احنا الشيء هذايا يقع ماهوش في الجنوب، يقع ماذا بينا في كل المناطق الداخليه في تونس. هاكو تشوف راه فما عباد ما محتاجه، راهو حبه بارتو مش رمضان كما قلت، حبه ديما العام 12 نحن على بعضنا، اللي عنده يعطي لخوه ونحن على بعضنا. كان حكيت ما كانوا قاسمين توا رجعنا، راهو اهل الجنوب. انا عندي مدة 10 سنوات نسمع بها الحكايه هذه، يذبحوا ويفرقوا ومش كان الحم معاها مواد غذائيه. تصور انت زيت المدعم هنا ما ثماش، البارح فرقوا. اهلي منطقة القلعة من ولاية قبلي البارح عملوا بوم بيدرة، ذبحوا حوالي 5 قعود وفرقوهم على الاهالي، اهالي المنطقة واهالي قبلي، مع معناها مساعدات اخرى. شو رايك في مثل هذه المبادرات، وهل انه تونس اليوم في حاجه لتعميم مثل هذه المبادرات؟ والله تو انا تو سمعت ما عندك انت، ولكن هذه والله شيء يفرح، مبادره طيبه سورتو في تو في شهر رمضان، في شهر العباده وشهر فضيل. والله ماذا بينا احنا الشيء هذايا يقع ماهوش في الجنوب، يقع ماذا بينا في كل المناطق الداخليه في تونس. هاكو تشوف راه فما عباد ما محتاجه، راهو فما عباد راهو تلقاه للبو للام للبنت للاخت ما يخدموش، راهو فهمتني. ماذا بينا والله العظيم ان شاء الله هذه المبادره تكون في كامل المناطق الداخليه، وشيء فرحنا خاطر والله ساعات نشوف انا تو العباد لهنا كيفاش عايشين. يا رسول الله انت كان تهبط انت في الليل تزر الكاميرا وتشوف العباد كيفاش راقده، كيفاش مسكناتك كالحاله، تلقاه البو ومعها بنته ولا المراه معها ولدها، والله شيء يؤلم. ان شاء الله يا ربي هذه تكون عامه، والله شيء هذا يفرحني انا كي سمعت، وان شاء الله هذه تكون عامه بارتو. هذه ان شاء الله نداء بربي لو خيانك الجمعيات هذوما يعملوا في كل المناطق سيرتو في المناطق الداخليه. راه المبادره هذه جات من الاهالي، معناها مش من جمعيات خيريه ولا من اهالي الجهه. خرق العاده سي بيان، برافو برافو برافو، كان من اهالي هذوما سي بيان، خلق العاده هذه حاجه جديده. علاش ما تكونش زاده هذه تكون في المناطق اخرين زاده اهالي؟ انا نداء الاهالي هذوما عباد اللي مستحقه بالله يعاونوهم، فهمتني ولا؟ في شهر فضيل، وش نقول بنتي كلمه الاخيره، قول يا رب ان شاء الله ينصر تونس، يا رب ان شاء الله رمضان يعديه على خير، ونقول يا رب ان شاء الله جراء على السلاح. اهالي القلعه من ولايه قبلي البارح عملوا مبادره ذبحوا فيها حوالي 5 قعود وفرقوا مساعدات غذائيه على من الاهالي منطقه القلعه ومنطقه قبلي. شو رايك في المبادره هذه، وهل انه اليوم تونس في حاجه انه مثل هذه المبادره؟ هذا شنو باش يصير في المستقبل؟ شنو اللي يكون نحن على بعضنا واللي ما عندوش نعطوه واللي عريان نغطوه، والحمد لله شنو اللي نحبوا بعضنا؟ ما كانوا هما قاسميننا تو باش نحبوا بعضنا وفقنا. شكون اللي كانوا قاسمين؟ يعرفوا رواحهم عاد. كيما شكون؟ هاك العشيرة سنين اللي شدوها في البلاد اللي كانوا قاسمين انت هذايا، تو رجعنا نحبوا بعضنا ونحنوا على بعضنا ومنلوحوش بعضنا ونغطيوا بعضنا كل. الحمد لله تونس باهية راهي. اليوم الأهالي أثبتوا أنه مثل هذه المبادرات اللي فيها برشا رحمة ومحبة مش في حاجة لجمعيات خيرية. لا 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 لا، نحن نرحموا بعضنا وإن شاء الله تصير في تونس هنا وفي سوسة وفي صفاقس في باجة في جندوب، نحب تصير بارتو نحب. وربي شوف يحمي البلاد هذه، والله اللي يخونا انا مربي تيح فيه، والله اللي يخونا المرنا جاي تستنى فيه، والله لما تيح فيه الماء وملح وقت الزباول هذوك كل ما واحد نهبط الدمعه لما تيح فيه، وكلمه في الدبابز هذوك، والله لما يتيحوا فيكم، والله يا ربي لما يجي بالكم. وتونس راهي باهيه، تونس خضره شبابه لا واحد. انتم اخويا غداره برا اخرجوا هاجروا من هنا، خلونا نعيشوا نحن وحدنا نحبوا بعضنا. في حاجه مثل هذه المبادرات مش في رمضان بركه، معناها على طول العام نحبها بارتو مش رمضان كما قلت، نحبها ديما العام 12 نحن على بعضنا، اللي عنده يعطي لخوه ونحن على بعضنا. كان حكيت ما كانوا قاسميننا تو رجعنا، وتحيه تونس. في مبادره قاموا بها اهل القلعه من ولايه قبلي، قاموا بتوزيع مساعدات ولحم قعود وكل على اهالي منطقه القلعه وقبلي بصفة عامة. كيفاش ترى المبادرة هذه، وهل انه تونس في حاجة لمبادرات مماثلة؟ ما تجيش حاجة غريبة من اهل الجنوب، نشكرهم ونحيوهم اهل الجنوب كرماء. ونعطيك معلومة، انا خدمت مدة 4 سنوات في الجنوب طريق السيارة بن قردان تجديد، وشفت يعملوا فيها كل عام البارح عاملة، ومش كان دوز برك ومش نقول له برك،
يتعاملوا فيها. البارح على حسب ما جاء تليفون من صديقي من بن قردين، هو واحد 7 جدعان ومعاهم كردونه مواد غذائيه، حليب وسكر ومكرونه وكوستي و فضلك عليه، قال لي ما عندكمش زيت، احنا هنا نفرقوا فيها المداعم للمواطنين الضعفاء. هذه قبيله غاديك عرش واحد في بن قردين ذبحوا 7 جدعان. الصاشي على حسب ما حكى لي وناخذ على الصاشي فيها حكايه 5 كيلو اكثر اللحم، قال لي حتى العظام من حينها هبر قعود وقعود، يعني العم القعود يعوض الحم العلوش. اثنين والاقتراح هذايا والله ماذا توا نابل المهديه اللي هي بلادي ما عندناش صفاقس، لو كان جبات الحوت يفرق كل عشيه صاشي صاشي يعرفها القليبيه يعملها كل براني برك. قليبي عنده معاده في البرط نتاعهم اللي يعرفوه براني يقولوا ايش الهون ايش الهون يعطوه الصاشي بليش. هذه كان يعملها واصحاب المداج بتاع الجيش البول اللي هو فيه، لكن الضعفاء الحال بحذيبه تضرب كل حد دجاجه كل زوز في دجاجه ما فيها باس. على حسب كيما نقول احنا في بوزيد والقروان والسليان عندهم الغنام يذبحوا علوش يفرقوا لله في سبيل الله، عواش اخويا صدقوا علوش كذا كذا. وهذا انا نرجع لك راهو اهل الجنوب، انا عندي مت 10 سنوات نسمع بها الحكايه هذه يذبحوا ويفرقوا ومش كان الحم معاها مواد غذائيه. تصوري انت زيت المداعم هنا ما ثماش، البارح فرقوا العظم فرقوا الحليب، ثم ناس جابته من ليبيا على كالها، انا مكالمه فيه البارح من صاحبي جابوا الحليب من ليبيا وفرقوه لضعفاء الحال. وهذه بالجنوب مش حاجه راهي غريبه عليه، اهل الجنوب معروف بالكرمره. اليوم مع تدهور المقدره الشرائيه للمواطن وارتفاع نسبه الفقر، تونس في حاجه لمثل هذه المبادرات في مختلف مناطق الجمهوريه؟ شوف اختي اللي يحب يعمل اجر ربي في حاجه ولا مش في حاجه؟ الحاج البشر في العواشر والشر المفضل يحب يعمل اجر ربي في ماهموش في البلاد ولا في الحاكم وفي اقتصاد البلاد، انا نحب نعمل اجر نعطيه لله في سبيل الله. ما يهمنيش بلادي في وضع اقتصاد وكذا، انا نرجع نقول نعاونوا به بعضنا. اذا كان مش انا نعاون في طماع باش اسمعني تجيني كاميرا وتجيني كذا ما عادش المعاونه انا نعطيك توا هاو اقرب هنا في جرومباليا ثم فلاح ما نعرفه تو اكثر من 20 سنه يخرج كل عشيه شقنا الفطر طاوله على الطريق ويبدي يحبس في الناس. اخر مره قال له يا خويا بربي خلينا نربح اجر في جرتك، اي شكرا عندي الفطر خلينا نربح اجر، راهو نربح اجر ما ينظرش الاقتصاد وما ينظرش على بلاد واقفه، هذا اجر ينظر لك به ربي، انت واحد من الناس ولا انا ولا خرجوا صحن شربه ولا اللي كتب من ربي العابر سبيل، ما نظرش لا والله البلاد خلينا نعاونها، انا جاي نعاون في جاري ولا عاون عابر سبيل البلد تخزي عباد هكذا في الكراسي. التعاون والتأزر مش مربوط بشهر رمضان كهو. الشهر على طول العام. الشهر هذا الشهر رحمه في الفطار الواحد ما يحيرش في الفطار يدبر راسه. مي رمضان تصوري انت البارح انا بعد ما شخص نسكن هناك نخرج انا نلقى عباد يتشهوا في الماكل في مطاعم هنا واقف لك والله العظيم سخف العجب في ناج ابن خلدون هنا الناس حطوا وتشخفتوا ولا الاخر وقفك يجي معناتها يتمنى مش هذا شر كرم هذا شر شرفضيل كي تعمل به اجر اللي قاعد على الطاوله يقول خويا اجي كون معايا اجي هيك ما فيها بيس والله العظيم البارح في الليل حوس هنا نمشي ونجي شيء اسف منهم مراه والاخر وليد منا راقد فوق لوحه ما ثماش نخزن شر رحمه هذا يخطوا فيه التآزر وتقرب منه حتى ربي. انا كمواطن واللي انتم اللي كنعطوا حاجه تقرب بها لربي حتى كانك فاطر وتود حاجه لا في سبيل الله ربما ربي يغفرك هاك صدقتك الحاجه هذيك فهمتني مش لابد شدها لا يا بلاد بارك خليني في بلادي انا نحب نعمل لربي ما نخزنش لبيتي نعمل لربي يجيك جاري ويجيك كذا ومشكورين نعودها مره الاولى والثانيه الجنوب راهي ماشي اول مره راهي مش ثاني مره مش ثالث مره ديما يفرق. والبارح والله معناتها هو جبها في ذاك قال لي عندك حليب ولا قال لي احنا جبنا اهالي بن قردانيهم جبنا الحليب راهو من ليبيا وقاعدين نفرقوا فيه له خيرنا كزول ونحييهم من طرفك انت اهالي الجنوب بصفه عامه دوس او تطاوين او ما تراه معروفه الجنوب التونسي معروف بالكرم معروف بالكرم نتاعو والجنوب نتاعو ونحييه من هنا ونقول لهم خويا ربي يثبت اجركم وان شاء الله رمضانكم مبروك وبارك الله فيكم ومشكورين وما هي الا عامله لوجه الله وان شاء الله يلقوا عند ربي.